تمتد المدينة المستدامة في دبي على مساحة 5 ملايين قدم مربعة، وتعتبر أول مشروع من نوعه في العالم من حيث توفير حلول مبتكرة تدمج عناصر الاستدامة الثلاثة الاجتماعية البيئية والاقتصادية بتجانس كامل. يحيط بالمدينة حزام أخضر ينقي الهواء ويحميها من التلوث والضوضاء، كما أنه يوفر الظل لمرتادي مسار الدراجات ومضمار الخيول الذي يمتد حول المدينة ويتصل بمركز للفروسية يضم في اسطبلاته 32 حصانا. يراعي المشروع في تصميمه تشجيع السكان على المشي والجري وركوب الدراجات في مختلف مرافقه، والتي تشمل 5 مناطق سكنية آمنة وخالية من السيارات تم تصميمها وبناؤها باستخدام مواد صديقة للبيئة وعازلة للحرارة، تتوزع فيها محطات فرز النفايات، ملاعب الأطفال، وبراجيل الهواء لتبريد الساحات العامة. على جوانب المنطقة السكنية تعمل مواقف السيارات المظللة بالألواح الشمسية على إنتاج الطاقة النظيفة لتشغيل كافة مرافق المدينة وتزويد محطات شحن السيارات الكهربائية بالطاقة المتجددة. تمتد في منتصف المدينة منطقة زراعية تحتوي على أشجار مثمرة وقبب زراعية لإنتاج الخضروات والفواكه، كما توفر مناطق زراعية خاصة للسكان لتشجيعهم على إنتاج الغذاء. يتم إعادة تدوير 100% من المياه العادمة وإعادة استخدامها لري المناطق الخضراء في المدينة، كما يتم فرز 100% من نفايات المنازل وإعادة تدويرها. إلى جانب ذلك يتم استخدام الديزل الحيوي المعاد تدويره من زيوت الطهي لتشغيل معدات الإنشاء في بناء المرحلة الثانية من المشروع، والتي تتكون من فندق يعمل بالطاقة الشمسية ومدرسة مستدامة ومركز للابتكار ينتج 140% من حاجته من الطاقة النظيفة والمتجددة. تحتوي المدينة أيضا على مسجد أخضر ومركز تجاري يضم شققا سكنية، محلات تجارية، وعيادات طبية تشمل عيادة للطب البديل وعيادة للأطفال ذوي الهمم. كما يستضيف المركز التجاري العديد من النشاطات والبرامج التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية للسكان والزوار. تعتبر المدينة كذلك مختبرا حيا ومفتوحا لنشر ثقافة الاستدامة، وتستقبل الآلاف من طلبة المدارس والجامعات سنويا، بالإضافة إلى الوفود المختلفة من كافة أنحاء العالم. أثبتت المدينة أن بناء وتطوير المدن المستدامة لا يتطلب تكلفة إضافية من ناحية الاستثمار، بل تنطوي على فرص توفير كبيرة في مراحل التشغيل، كما حصلت على ما يزيد عن 20 جائزة محلية وإقليمية وعالمية لدورها الريادي في تعزيز ثقافة الاستدامة في المنطقة، بالإضافة لاختيارها كأسعد منطقة سكنية في منطقة الخليج.